السلام عليكم، معاكم أخ سيد علي من الإسماعيلية مصر. إن شاء الله النهاردة هنشرح البدلة من كتاب هيلين جوزيف. وكتاب هيلين جوزيف ده اللي احنا عملنا منه الطريقة الحريمي، وإن شاء الله النهاردة هنعمل الطريقة الرجالي أو جاكيت البدلة الرجالي. يتميز الجاكيت البدلة الرجالي في طريقة هيلين جوزيف إن هي سهلة والخطوات بتاعته تعتبر بسيطة جدا، وإن شاء الله ننفرد بها في الوطن العربي. طبعا انا كنت هشرح الرجالي كله، بس مش هشرح البنطلون عشان الاستاذ هشام سرور ما شاء الله منزل البنطلون بطريقه حلوه، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يتقبل منه. فطبعا الطريقه اللي احنا بنشرح بيها البدله ديت دي طريقه هيلين جوزيف، واي حد عنده طريقه للبدله ينشرها. انا في الساعه دي هبقى استفدت معلومتين، المعلومه اللي انا اعرفها والمعلومه اللي حد تاني هينشرها، ونسال الله العظيم ان هو يتقبل مننا كلنا. اول حاجه ان احنا بنرسمها، نرسم خط الوسط. بناخد خط الوسط الاطول، اذا كان الظهر اطول فبناخده، واذا كان الصدر اطول فبناخده. اول حاجه عرضه كام؟ عرض الصدر زائد 3 انش، وال 3 انش دول حوالي 8 سنتي، فاحنا بناخد البطرون عرضه نص الصدر زائد 8 سنتي او زائد 3 انش بالظبط. ونفرض 46 وهنزود عليهم 8 يبقى 54. يبقى أول خط عندنا هو خط الوسط عملناه زائد 8 سم. تاني حاجة بنعملها إن إحنا بناخد من العظمة بتاعت الكتف زي ما إحنا قلنا وهنقسمها 2، ولنفرض مثلا طلعت 48 يبقى هناخد 24 من الشمال وهناخد 24 من اليمين. هناخد 21 من الشمال و21 من اليمين، يعني حوالي 42، 21 من الشمال و21 من اليمين. طبعا احنا مش معانا مقاسات، بس احنا عايزين نشرح البودي الاساسي، وبعد كده ده كده ساقط الكتف. بعد كده بناخد عرض الكتف بتاعنا ونشوفه كام، وبرده بيتقاس على الزبون ونحطه، ولنفرض 13 سنتي. وبناخد برضو بنفس الطريقه الحريمي ان احنا بناخد ميل الكتف من الامام وبناخد ميل الكتف من الخلف ونحط علامتين الكتف. وده عشان الجاب صح بنحط له علام اللي هو علام خط المقاس اللي هو بتاع ميل الكتف من الامام وميل الكتف من الخلف. خلي بالكم يا جماعه، كتاب هيلين جوزيف ده ان شاء الله هننشره في الجروب بتاعنا اتحاد المدرسين العرب للخياطه والبطرون، واي حد عايز يشتغل منه يشتغل. فيبقى ده طول الصدر وده طول الظهر. طبعا رسمته على طول ورسمنا عرض الكتف. طبعا يبقى احنا اول حاجه هنرسمه طول الوسط، وبعد كده عرض الصدر زائد 8 سم. انا اسف ان انا بس مستعجل النهارده، وان شاء الله بكره هكمل لكم بقيته من كتاب هيلين جوزيف، بس عشان والدتي دلوقتي في المستشفى. الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يشفيها، ودعائكم معانا، وان شاء الله بكره نكمله الطريقه صح. وده اول درس في البدله الرجالي، واي حد عنده طريقه للبدله الرجالي يا ريت يقدمها كلنا نستفيد. وانا عامه بشرح من هو كتاب هيلين جوزيف، وهو ده يعتبر ابسط طريقه. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان هو يتقبل. السلام عليكم.